ماذا بعد التوتر الذي ساد العلاقات السياسية بين كل الأطراف؟ هل التسوية مهددة أم اتفاق الطائف برمته؟ ماذا يقول النائب توني فرنجي عن العهد، الحكومة والموازنة؟ أي ملاحظات يطلقها؟ وما هي المشاريع التي يعد بها الناس؟ النائب توني فرنجي ضيف مرسال غانم، ويشارك في الحلقة الخبير الاقتصادي نقول شماس، إضافة إلى مداخلة جورج غانم عن مستقبل التسوية. صار الوقت الخميس 9:30 مباشرة على الـ MTV.